السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم في القناة ديالي السعدية والحكايات ديالها بالسبلونية السعدية استوريس. اليوم غادي نتقاسم معكم حلوة الكاوكاو والبسكوي اللي كتوجد بالزربة، وسهل منها ما كاينش. بلا ما نضيع الوقت يلا نمشيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنايا على حساب العجينة ديال الحلوة ديال الكاوكاو عندي 150 غرام ديال البسكوي مطحون بحال هكذا ومخليه شوية طريفات، وعندي هنايا 150 غرام ديال الكاوكاو حتى هو مطحون على هذا الشكل هذا وخليته شوية طريفات، وعندي هنايا خنشة ديال 8 غرام ديال السكر باني، وعندي 293 ديال الحليب نيسلي، وعندي 150 غرام ديال الشكرات الكحل اللي غادي نذوبو في حمام ماريا ولا الميكروندا باش غادي نزين. وهنا التزيين خليت واحد شويه واحد جوج معلقات الكاوكاو مطحون، وعندي هنايا 100 غرام ديال الشعريه ديال الكاوكاو غادي نستعملها، اللي غنستعمل واللي غادي يبقى غادي يبقى. وهادو هما الكويغطات فاش غادي ندير الحلوه اللي بلا فران بدون فرن، غادي تطلع ليا روعه وزوينه. دابا غادي نشوفوا طريقه التحضير. انا غادي نمشي ندوب الشوكولاط وغادي نرجع نشوفوا طريقه العجينه وكيفاش غادي نحضروا الحلوه ديالنا اللي ديال الكاوكاو بدون فرن. وانا هنايا هاد 150 ديال البسكوي وال150 ديال الكاوكاو درت فيها 200 مليلتر ديال الحليب كونديسادا ديال الحليب نيسلي، ما درتش اللاطة كلها لحقاش، خصني الا درت اللاطة كلها خصني نزيد شويه كاوكاو وشويه البسكوي باش يعطيني واحد القدر كتير. غير هذا هادي غادي تعطيني واحد 40 حبه ولا 50 حبه ديال الكويرات اللي انا غادي ندير ديال الكاوكاو هكذا، ونعجنها مزيان ونجمعها مزيان تتولي ليا واحد العجينه مجموعه اللي نقدر نكورها وما تفرتتش. ودابا ها هو عندي الشوكولات ذوبته غير في الميكرووند طلع ليا مزيان، زدت عليه واحد شويه واحد القبيسه واحد نص معلقه صغيره ديال الزبده واحد جوج معالق ديال الحليب، ودابا ودرت هنايا واحد المعلقه ولا جوج اللي غادي يكفي ديال الزيت باش غادي ندهن يديا. ودابا غادي نبداو نديرو الكويرات ديالنا ديال الحلوه ديال الكاوكاو ديالنا، غادي نشوفوها كيفاش غادي يطلع لينا. ودابا غادي ندهنو يدينا على هذا الشكل هذا بشويه ديال الزيت بحال هكذا باش ما تلصقش، وغادي نهزو شويه ما عنديش الميزان هنا، انا ما كايناش في الدار ديالي عنديش الميزان، عيني ميزاني بحال هذا الشكل هذا. نقربها باش تشوفوها قداش هاد الكويره هادي، وغادي نلوحها في الشوكولات وغندورها واحد الدوره وغادي نهزها بالفرشيط وغادي نحطها
في الكويرتات بحال هذا الشكل هذا، وغادي ندير فوقها شويه ديال الكاوكاو، وغادي يطلع ليا على هذا الشكل هذا. زوينه زوينه روعه. وغادي نكمل ديال الكاوكاو وغادي نرجعو ديال الشوكولاط. هاد الكويرتات هادو فيهم العبار ديالهم ديال القدر ديالهم اللي قداش كبارين، سبعة سنتيمتر كريو يمكن، هاو على قدهم، على قداش خصني ندير البولة الكرة الكويرات ديالي ديال العجينة ديال الكاوكاو والبسكوي. نخشي هكذا في الشوكولات، لوحة في الشوكولات داير، وندورها ونهزها نحطها في الكويغط بشوية باش ما نوسخش الكاغط. ودابا غادي ندير فيها، انا درت واحد الثقبة من الجن ديال هادي ديال هاد الباكية هادي ديال الشعرية الشوكولات باش ما نبقاش حقاش الشوكولات الا كانت يدك سخونة كيدوب بحال هاد الشكل هذا. تيجيو اخوتي زوينين 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 زوينين. وغادي نحطهم هكذا في الصيني في الطبسيل ديالي، في البلاطو الطبسيل ديالي اللي هو الطبسيل اللي هو الصينية. وغادي ندير نديرهم في الثلاجة، تيبقاو في الثلاجة. يقدروا ديريهم في واحد اشنو سميتها، واحد السبيرة بحال هذا الشكل هذا، ديريهم في واحد السبيرة وتسدي عليهم مزيان باش ما يدخلوش البرد، وديرهم في الثلاجة. وتقدري ديريهم في الكونخيلادور وملي تبغيهم تجبديهم. ودابا غادي نديرو الاخرى على هذا الشكل هذا حتى هي، وغادي نعقبو نديرو عليها شويه ديال الكاوكاو من الفوق هكذا، وتيجيونا زوينين زوينين بحال هذا الشكل هذا. وهذا القدر هذا لحقاش انا هاد الكويرطات هادو شويه كبارين، الا كانوا الكويرطات صغيورين كيعطيو 40 حبه، انا دابا مع الكواغط كبار غادي يعطيوني 30 حبه. انتما اخوتي اخواتاتي كيفاش طلعت لي اليوم الحلوى ديال البسكوي والقيطه؟ طلعت لي زوينه زوينه روعه روعه، تتحمر الوجه، تقدميها للضيوف ديالك تتحمر الوجه. شوفوا كيفاش دايره، شوفوا هذه اللي هي النص درتو بالكاوكاو من الفوق، والنص درتو بالشوكولا بالشعريات الشوكولات الكحله، ما خاص تكون وحده، كاينه واحد وحده باهته. هاد الكحله اخوتي مع الشوكولات الكحل كتعطي واحد اللون زوين، وواحد المذاق هائل، واحد المذاق هائل رائع رائع. وما نحتاجش نقول لكم، وهذه هي الوصفه اليوم ديال السعديه والحكايات ديالها اللي هي قسمتها معكم كل الحب والحنان كما كنقول. ولا درتو الوصفه ديالي، راني درت كما غنعاود لكم عاوتاني نصف الوصفه، 250 ديال البسكوي مطحون شويه، وبقى شويه نفرتت واحد الفريتات شويه، ما خاصوش يكون مطحون مطحون بحال الطحين، خاصو يكون يبقى طريفات صغيورين. والكاوكاو كذلك المثل 150، ودرت فيه انا 200 ديال الحليب نيسلي بلا عبار بلا والو، غير عيني ميزاني لحقاش هذيك اللاطه فيها 200 و 293، شاط ليا واحد شويه. خاصها تبقى شاده في راسها العجينه، ملي تكون تعجنها خاصها تكون شاده في راسها، ما خاصهاش تكون رطبه باش ملي ديريها تسخن وتذوب وتدرع وتولي دارعه، ما تبقاش بحال هكا مكركبه بحال هذا الشكل كواري، باش ملي تجبديها من الكاغط تجبديها بحال الكويره، خاصها تكون بحال هكا. وغادي ديريها في واحد السبيره، وغادي ديريها في الثلاجه، وغتبقى عندك واحد الشهر واحد 20 يوم، ما غادي تخسر، ما غادي يوقع عليها حتى شي حاجه، وملي تبغيها تجبديها تحطيها للضيوف ديالك وتحمر لك الوجه. وهذه هي الحكايه ديال السعديه والحكايه ديالها اليوم، هي هاد الحلوه هادي. هاد الحلوه هادي اخوتي تدار بزاف ديال كل واحد وعنده الطريقه ديالو، كدار بزاف ديال الطريقات وكدار بزاف ديال الحوايج، وكطلع كل واحد كيفاش كطلع لي. انا كندير فيها ديك الخنيشه ديال الفاني، كطلع فيها واحد المذاق ما نحتاجش نقول لكم عليه. ولا ما بغيتيش ديري فيها فاني ديري فيها القشور ديال الليمون ديال الحامض، ولا ما بغيتيش ديري فيها القشور ديال الليمون ديري فيها القشور ديال البرتقال، القشور ديال المندارين، اي حاجه عجباتك، اي حاجه فيها النكهه اللي تبدل ليها النكهه
تعطي هذيك النكهه، تكون ديري فيها القرفه. القرفه اخوتي اخواتاتي كتجي زوينه 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 مع الكاوكاو والبسكوي، كتجي روعه. ولكن انا دابا حقاش غندير فيها واحد الشوكولاته الكحل. الشوكولاته الكحل زوين، الشوكولاته الكحل تياكلوا الناس حسن من الشوكولاته، حسن كاع من الشوكولاته كله. هذاك الشيء علاش اليوم وهذه هي درت فيها انا الشوكولاته الكحل. والشوكولاته ما كيقولوا هنا اللايت راه ما فيهش السكر، ولكن راه الشوكولاته كله فيه السكر. وهما كيفاش طلعت لي اخوتي، روعه روعه روعه. راه ملي تيكونوا الكويطات صغار تعطيني 40 42 44 كل مره، واش نفس القدر تيعطيني بحال هذا الشكل على حساب الكويطات، على حساب الكويرات. اليوم عطاتني 32، انا دابا عاد حسبتها عطات 32. الحمد لله والشكر لله. راه اخوتي بلا قدمتي هاد الظروف ديالك يبقاو حالين فمهم، راه كتحمر الوجه، راه زوينه. تقدر تخزنيها في الثلاجه، في الكونخيلادور، وملي تبغيها في الكونجيلاتور، وملي تبغيها تجبديها تحطيها للضيوف ديالك تحمر لك الوجه. وهذه هي الحكايه ديالي اليوم، ونخليكم في صحه جيده يا ربي الى بغى ربي. وحتى المره اخرى وتبعوا غير الطريقه ديال السعديه والحكايات ديالها، وراه غادي يطلع لكم اخوتي روعه روعه الوصفه، راه ما فيهاش الغش. وهذه هي الوصفه ديال السعديه والحكايات ديالها اليوم. نخليكم في صحه جيده، وحتى المره اخرى ان شاء الله بحول الله الى بغى الله.